هي في البداية كان في سنة 2009 شهر 8 اتصلوا فينا من الأوقاف على أساس أن رشحوا مدرسين لدورة تدريبية، وكانت الدورة قامت بها ورشة ميزران، قامت فيها بسبها برئاسة المرحوم عز الدين عرفة، فكنت من ضمن المرشحين للدورة وخذينا الدورة. بالفعل كان في شهر 8، بداية شهر 8 كانت دورة مكثفة خلال 6 أيام، يعني الحمد لله توفقت فيها وتحصلت فيها على جائزة أفضل صائن مصحف خلال الدورة. وبديت في العمل أني أنا نجيب في مصاحف من المساجد، بعتالي بشوية بدأت يعني من الأفراد يعني أنهم يطلبوا في صيانة مصاحف، سواء من الأقارب من الجيران، بشوية بدل يعني المكان ينعرف بشوية، وكنت نخدم في البيت. العمل اللي بدلناه هذا كله بيت تبرعات، وكانت يعني الناس فرحانة بأنه بيكون فيه مكان بالنسبة للورشة تخدم الجنوب بالكامل. يعني من قبل لا ننتقلوا للمبنى هذا، حتى لما كنت نشتغل في الفصل مع الطالبات كنا يجينا المصاحف من أوباري، من الشاطي، من جفرة، خدمنا السوكنة لسرت، هذا أسبوع على الأفراد أو مساجد. فيعني الحمد لله يعني الناس بدأت تشوف العمل ورحبت بالفكرة، والمكان هذا كله قام بالتبرعات. مشكلة الكهرباء أثرت على عملنا في الورشة، أول شيء من ناحية التكييف، يعني فصل الصيف يعني توصل درجة الحرارة ل46 و47، فيما فات يعني قرابة الشهر وقفنا عن الخدمة. هذا الشيء نقوم فيه عمل تطوعي ومجاني بدون مقابل، يعني الصيانة اللي تصير في الورشة كلها أعمال بدون مقابل. غير هيك يعني هي يعني الحمد لله أن الورشة خدمة لكتاب الله تعالى، وإضافة إلى ذلك خدمة للمجتمع.